احنا هنا فين دلوقتي؟ احنا هنا قدام منصه محطه الاشعاع الشمسي. المنصه دي شايله ثلاث انواع من الاجهزه. دي اول جهاز اللي حضرتك في اتجاه يعني دي دوت بيقيس الاشعاع الشمسي في الصدر. بياخد طبعا هو متظبط على احداثيات المحطه بحيث ان الذراع دوت والذراع الايمن والايسر بنتحكم فيهم بحيث يعمل ظل على جهاز قياس الاشعاع. مظبوط واخد بال حضرتك؟ نعم في الظل درجه الاشعاع الشمسي في الظل. وطبعا الاحداثيات متظبطه بحيث ان مع دوران الشمس من الشروق للغروب يكون في ظل على الجهاز من خلال الكنسوله اللي فوق الجهاز دي وبنتحكم فيها من الزراعين دول في الكون وبالتدريج بننزل التدريج او بنزوده على حسب طبعا شروق الشمس وغروبها طول السنه بيتغير من يوم لاخر على مدار السنه وعلى مدار الفصول السنه. يعني ده بتتحرك وفق جدول التدريج. ولذلك الجهاز مصمم من المنصه بتاعته اللي هي بتحجب الشمس عن الجهاز بحيث تقدر طول السنة تقدر تتحكم فيها بحيث تجعل ظل على الجهاز. طب ادي اول جزء ده الجهاز الاولاني بيقيس الاشعاع الشمسي كويس. في الظل. الجهاز الثاني ده بيقيس الاشعاع الشمسي مباشرة واخد بال حضرتك من غير ظل. والجهاز دوت بيقيس الاشعاع الشمسي متوصل على داتا لوجر هنا بيحول القيم اللي بيقيسها الى قيم من قيم فيزيائيه لقيم رقميه وبالداتا لوجر دي متوصله دايركت على شبكه الحاسب الالي وبتسجل مباشره. هو ده بتتفتح دي؟ بتتفتح فيها طبعا ديت فيها الداتا لوجر والكهربيه بتاعت تنظيم الداتا لوجر كويس عظيم. هنا الجهاز الثالث ده التالت يعتبر جهاز يعني شامل الاثنين يعني بيقيس الاشعاع الشمسي في الظل وفي ايه علاقه الاشعاع الشمسي بدرجه الحراره؟ علاقه الاشعاع الشمسي بدرجه الحراره الاشعاع الشمسي هو مصدر الحراره اللي على سطح الارض في المساحه التي يعيش فيها الانسان. ازاي هي اللي بتولد الحراره؟ الارض بتمتص أشعة الشمس من شروق الشمس. امتصاص الأشعة الشمس دي حرارة. أشعة الشمس دي عبارة عن موجات وحرارة. تمتصها الأرض. امتصاص 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 تبدأ ترتفع درجة حرارة سطح الأرض. أنت تحس بارتفاع درجة الحرارة. يبقى أنت الأشعة الشمسي هو سبب تولد الحرارة التي عزيز. على سطح الأرض. أنت مسجل هنا أشعة شمسي رقم كذا. ماشي؟ حلو. يساوي كام درجة حرارة؟ لا هنا بقى في جهاز تاني بيقيس لي درجة. فين الجهاز التاني ده؟ أجهزة الرصد عناصر الرصد درجة حرارة ورطوب ونقطة ندى وضغط ورياح واتجاه في المحطة الآلية والكشك الأرصاد القديم. طب تعالى نشوف. اتفضل. المحطة دي عبارة عن إيه بقى؟ المحطة ديت عبارة ديت مبدئيا كده ديت حظيرة الرصد. يعني ايه حظيرة الرصد؟ يعني ايه حظيرة رصد؟ حظيرة رصد عندي هنا محطة آلية وعندي هنا دي المحطة البدائية من منذ نشأة الأرصاد. دي عندنا المحطة دي أقدم محطة أرصاد. فدي البداية. دي يدوي. وطبعا ما فيش الاستغناء عنها. ليه طبعا ليه بقى ما فيش الاستغناء عنها؟ اولا عشان خاطر المحطه الاليه ما اولا محتاجه كهرباء يعني المحطه اللي احنا كنا واقفينها دي لا المحطه الاليه دي نخش عليها بعد المحطه دي تمام. المحطه دي اسمه كشك الارصاد. الارصاد دوت علشان خاطر يتعرض له مواصفات تمام اتحددت من قبل الارصاد الجويه عشان خاطر يتعرض للتعرض ده. يعني الارتفاع دوت له مقاس ما ينفعش يتغير ولا يزيد ولا يقل. يعني في مقاييس له مقاييس وله معايير معايير دوليه كمان عشان خاطر يتعرض على هذا الشكل. ما تورينا كده هو في ايه ده؟ عندنا هنا ثلاث ترمومترات رئيسيه في داخل هذا الكشك. ثلاث ترمومترات عندنا المبلل ايوه وعندنا درجه الحراره. أيوة. درجه الحراره اللحظيه اللي انا فيها دلوقتي. يعني انا دلوقتي لو انا عايز اقول دلوقتي درجه الحراره الكام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي عشان خاطر ان احنا نعرف ان انا اقول دلوقتي عندي درجه الحراره 34.2 يعني واحنا حاليا دلوقتي احنا كده عايشين داخل درجه حراره 34
و4 من و2 من 10 حاليا دلوقتي. انت قلت المبلل وايه؟ وده المبلل هقول لحضرتك دلوقتي وظيفته ايه. المبلل بيجيب لي درجه حراره نقطه الندى كويس، وبالنسبه لجداول عندي جوه اطرح اشتغل على الترمومتر ده والترمومتر دوت واطلع الرطوبه النسبيه اللي موجوده عندي في الهواء. اذا هنا واحد بيقيس الندى تمام، هو درجة الحرارة ودرجة الحرارة الأساسية اللي هو اسمه الجاف، احنا مسمينه الترمومتر الجاف والترمومتر المبلل. دول يروحوا هناك يطلعوا لي درجة الرطوبة بالظبط. عندي جداول طبعا محددة بطلع من خلاله الرطوبة النسبية عشان خاطر اقدر اقول الرطوبة النسبية عندي قد ايه في الهواء. واللي في العرض ده عندي بقى الاثنين، عندي النهاية العظمى والنهاية الصغرى. العرض ده طبعا ده هنا عندي الترمومترين، في واحد بيقيس لي النهاية العظمى وواحد بيقيس لي النهاية الصغرى. كم بقى النهاية العظمى كده؟ انا عندي هنا عشان خاطر الاستاذ مجدي ده طبعا اللي هو طبعا حصل له عمليه تعديل لسه دلوقتي هيحمل على النهايه العظمى. النهايه العظمى ديت طبعا ديت بتجيبها في 1800 في 1800 توقيت عالمي عشان بنوصل لها، يعني مثلا النهارده ممكن نقول درجه الحراره العظمى النهارده 38 كويس. طب ودرجه الحراره الصغرى؟ درجه الحراره الصغرى ديت لحظه قبل سطوع الشمس، قبل سطوع الشمس بلحظات كويس. يعني وانا قاعد كده دلوقتي بالبديهه عشان خاطر دلوقتي المشاهد اللي سامعنا عايز يعرف دلوقتي ياخد بعض المعلومات وعايز يعرف الحراره الصغرى وهو قاعد كده في قبه السماء بتاعته وهو بص كده عنده سطوع الشمس قبل ما يلمح الشمس ديت عندي اسمها الحراره الصغرى، درجه الحراره الصغرى الموجوده عنده. والعظمى في كبد السماء، وفي كبد السماء ساعه تعامد الشمس. تعامد الشمس. طب احنا هنا ممكن مثلا هنا سؤال برضو يطرح نفسه ويقول ساعه تعامد الشمس، طب ما انا كان عندي تعامد الشمس ساعه اذان الظهر مثلا، الظهر المحلي دي تعامد الشمس كويس. وممكن اجي الاقي بعد منها بساعه ده درجه الحراره العظمى. طب ممكن كده برضو المشاهد يقول لك طب هو قد كده كان مش مختلف، ممكن واحد يجيب ترمومتر ويشتغل على ده صح او ممكن مثلا في جهات ثانيه ممكن تجيب ترمومتر عندي راجع وراك ويقول لك الناس ديت قالت ساعه تعامد الشمس وما طلعتش برضو هي العظمى، ده العظمى طلعت بعد منها بساعه. لان هنا في عوامل انت خد بالك تتعلق بهذا الامر. ايه هي العوامل ديت؟ اولا انا عندي السحب. ممكن يكون ساعه تعامد الشمس يكون موجود سحب ماشي، بعد منها بساعه راحت السحب وعند قبه السماء اكتشفت عظيم. يعني ممكن الاولانيه حجبت اشعه بالظبط، دلوقتي بقت السماء مكشوفه بالظبط. وهنا في حاجه تانية ان انا هنا اصلا برضو بقيس درجه حراره الهواء في الظل، درجه الحراره يعني الساده الموجودين دلوقتي درجه الحراره اللي هم عايشين فيها طبعا دي اسمها الاشعه المباشره تمام. دي طبعا هيحسوا بدرجه حراره ثانيه خالص. يعني خليك معايا، يعني انا دلوقتي في درجه حراره، عايش في درجه حراره كام دلوقتي؟ اطلع الترمومتر احطه في درجه حراره ممكن توصل 50. هنختلف انا وانت دلوقتي يعني جداً طبعاً. انت في الظل يعني تمام، يعني حاليا انت في الظل 34 36 زي ما انا قست و2 من 10 كويس، ومعليك دلوقتي 50 انا 50 وانت 50 وانا 34 و2 من 10. ده الفرق بين الظل، الفرق بين الظل وال، لان انا هنا بقيس درجه حراره. طب ما تيجي انت في ال 50 وانا اروح في ال 34. مظبوط تاني بس خد قريب. انت قلت لي ده جهاز ايه ده؟ جهاز الاوزون. بيعمل ايه؟ بيقيس طبقه الاوزون. ايوه بيقيس طبقه الاوزون، يعني مش فاهم. لا هستأذن حضرتك بس هندخل بقى في الحته دي. احنا بنقيس هنا الكمية كلية لغاز الأوزون في عمود الهواء من سطح الأرض إلى قمة الغلاف الجوي اعتمادا على تحليل الإشعاع الشمسي. تاني كده اشرحها لي كده، فك لي المعادلة دي. هفك المعادلة. الهواء بتاعنا ده مكون من أكسجين ونيتروجين وغازات من ضمنها غاز الأوزون. حلو. تركيز غاز الأوزون الكبير قوي موجود في قمة الغلاف الجوي عندنا، في طبقة في أعلى الغلاف الجوي، ودي اللي بتحمينا من أشعة الشمس الضارة. سليم. عشان كده قالوا ثقب الاوزون او بالزبط. الاوزون مثقوب او مخروق. الاوزون هول ده موجود بصفه دايمه ولكن بيضيق وبيوسع على حسب كويسة. التغيرات الجويه. يعني اذا احنا في طبقه اوزون فوقنا بالظبط شايله كل الاشعه الضاره، بتمنع الالترا فايولوت بي اللي هي الاشعه البنفسجيه فوق البنفسجيه في الحزمه دي. عظيم جدا. اللي هي بتعمل بقى حرق الجلد والامراض. حلو. امراض العيون. الجهاز ده اهو بيقيس ايه بقى؟ الجهاز ده بقى بيديني الكميه الكليه للغاز الاوزون ده في عمود الهواء من سطح الارض الى قمه الغلاف الجوي. يفيدك بايه الكميه الكليه دي؟ احنا على مستوى الكره الارضيه بنقيسها. مصر عندها اربع محطات فيها ثلاث اجهزه زي ده وجهاز متطور اكثر تطورا موجود في مرسى مطروح. بيقولوا ايه؟ بيدوني خلال اليوم 7 رصدات سليم للكميه الكليه لغاز الاوزون.
كلنا كل دول العالم بتبعت للمركز العالمي للأوزون بحيث اني اقدر في الاخر اقول ان الغلاف بتاع اللي بيحمي الارض من الاشعه عاديا وضعه ايه. طيب وضعه ايه النهارده؟ النهارده اخر تركيز يا محمد شاركنا يا محمد اخر وضع الاوزون ايه النهارده؟ 331 331 دوت قياس طبقه الاوزون واحنا بنقيسها بوحده الدبسون. دبسون انتسابا للعالم دبسون اللي هو عمل الجهاز 351 مش كده؟ 300 طبعا على عمدي طبعا اربع فصول في السنه يتطاوح فيها كميه الاوزون. الاوزون دوت له عوامل دغبه شاطر. احنا عايز اقول دلوقتي كميه الاوزون عندي قد ايه؟ له عده عوامل. قولوا اولا تاخد بالك انا في اي فصل من فصول السنه تمام. وبعدين الاوزون دوت يعني تصنيع الاوزون اصلا اشعه الشمس تنزل على ذره الاكسجين في جزيئ الاكسجين يعمل له عمليه انشطار يتحد احاد الاكسجين يعمل يتحد مع ذره الاكسجين يعمل عنده او 3 وهو دوت رمز الاوزون عندي الاو 3 رمز. انا بس عايز اعرف ممكن هنا سؤال يطرح نفسه ممكن يجي المشاهد هنا يقول لي طب لما انت قلت لي اشعه الشمس عندي بتنزل وهي اللي بتصنع لي الاوزون وعندي اشعه الشمس لما بتزيد بتقل الاوزون ما ممكن هنا في سؤال هنا متضارب لان عندي هنا لما اشعه الشمس بتزيد بيحصل عندي عمليه تسخين عند عمود الهواء بيطلع تمام. فعمود الهواء لما بيطلع بياخد معه عناصر الجو وهو ماشي من اكسجين لاوزون بتاع فعندي دول بقى بيرتبط بالدوره العامه للرياح على الكره الارضيه. يعني احنا ممكن نلاقي دول مناطق على مستوى الكره الارضيه ما فيهاش اصلا معدل اشعاع كتير وعندها الاوزون عالي. طب من هنا يا جدعان عندكم الاوزون دوت من عندنا مثلا من بلاد مثلا عندها مشعه وعندها درجه الحراره عاليه فعندها عمود الهواء طالع فالاوزون يقل عندنا ويزيد عندهم. طيب انا عايز ترجمه 351 دي تقول عن معناها ايه؟ 351 دي معناها ان كميه غاز الاوزون من سطح الارض لقمه الغلاف الجوي هي 31 وحده دبسون. كويس يعني انا لو جنب دي مطمئنه يعني؟ مطمئنه جدا. يعني دي كافيه؟ دي كافيه للحماية. جدا يعني انا يبقى الرقم ده موجود اقول النهارده ان احنا في مأمن من الاشعه الضر مش كده؟ تمام ولا انا غلطان؟ لا 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 والجهاز ده بيقيس الاوزون بيقيس الكميه كلها. امتى تقول ان الجهاز ده بيصفر الارم بيقول في خطر؟ لا قصه الارم دي قصه ثانيه. احنا كل اجهزه بتاعتنا بيتعمل لها معايره والمعايره دي بتبقى معايره اقليميه ومعايرة دولية. لا أنا مش بتكلم على الجهاز. الجهاز إمتى يقول إن هنا خطر إن المستوى الأوزون لو خطر؟ لو قلت كمية أيوة الأوزون عندي عن 290 دبسون أيوة سليم كده بقى وبالذات في موسم زي موسم الصيف بتاعنا ودرجة الحرارة مرتفعة وكمية الإشعاع الشمسي كبيرة مفيش سحب مفيش تلوث سليم ده كده بقى هيبقى عندي خطورة. عندك خطورة بالظبط. يستتبعها ايه بقى؟ تحذيرات ايه؟ يستتبعها بقى ان البس نظارة شمسية لو انا مضطر اتحرك. طب ما تجيب نظارة لازم اضلل نفسي سليم اللي هي زي ما بيقول ايه الاحتياطات العادية للمواطن العادي لازم ياخدها. ما انا مواطن عادي برضو من حق اخد احتياطياتي برضو سليم بس احنا ربنا خلق لنا حضرتك بشرتك سمرة سليم في نسبة ميلامين عالية سليم بتأمن الجلد بتاع سيادتك بس ينقصك نظارة شمس. الاوزون ده بيخش في التقدير ده؟ لا ما الاوزون ملوش علاقه بدرجه الحراره. طب امال انت 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 هنا قست الاوزون ليه؟ في منظومات قياس سليم اسمها منظومات متخصصه. كويس. انا بقيس تلوث هواء ليه؟ ايوه يعني في بعض محطات الارصاد بتاعتنا في الشبكه عندنا لو كنا زرناها هتلاقي فيها اجهزه بتقيس كميه ثاني اكسيد الكربون ليه؟ سليم عشان اقدر اطمن على جوده الهواء. انا بقيس كميه الاوزون عشان اتعرف على جوده الهواء. كويس. بمناسبه المحطات عندك كم محطه؟ انا عندي 104 محطه. 104 موزعين على كامل الاراضي في مصر. في 104 موقع. في 104 موقع. اقرب حاجه للعاشر هنا ايه؟ اقرب حاجه للعاشر هنا مطار القاهره. مطار القاهره. في محطتين ارصاد جوه مطار القاهره ولكن دول لتامين ولسلامه الطيران المدني والعسكري. عظيم. وعندي كم محطه في نطاق القاهره؟ في القاهره الكبرى في عندي محطه في حلوان واحده في المطار العسكري وواحده عندي محطه بالونات في جنوب القاهره سليم اللي هي بنطلق منها بالون الارصاد. ايه بالون الارصاد ده؟ بالون الارصاد دي بالون بيتملي هيدروجين وبنعلق فيه جهاز راديو بنشوفه صوت. بنشوفه سليم. مصر فيها ست محطات بتقوم بالمهام دي اللي بلون. هي مهمه اطلاق البالون. يعني كم محطه بقى؟ ست بالونات بتطلق 12 بالونه لان في اليوم الواحد بطلق بالونتين بالونه الساعه 2 الظهر وبالونه الساعه 2. طب 2 الظهر ليه؟ 2 الظهر ليه؟ لانها بتبقى معبره عن حاله الغلاف الجوي خلال ساعات النهار. والثانيه الساعه كام؟ والثانيه بالليل الساعه 2 بالليل. 2 بالليل برضه. 2 بالليل بتطلق سليم. والاجراء ده بيتم على سطح الكره الارضيه في كل دول العالم. كويس. وكلنا بنبعت الداتا دي الى مراكز عالميه بتجمعها وبترجع تبثها
كملفات كبيره كلنا نشتغل عليها بقى نشغل عليها النماذج العدديه. بس احنا عندنا اسهامنا فيها طبعا لازم ولازم يبقى ليها اسهام. احنا بنصدر ريبورتات, احنا بنطلع الريبورت بتاع الابر اير ده وبستقبل الريبورتات بتاعت الابر اير بتاع كويس العالم كله. ده اللي هو تبادل المعلومات ما بين الدول. كويس سليم. احنا عندنا كم قلت لي كم منضد؟ ست بالونات بتتباع بست محطات بالون كل يوم بتبعت رصدتين. دي المشاركه بتاعت مصر. كويس قوي سليم. في النهايه باخد المعلومه دي بقى اللي هي للكره الارضيه كلها وابدا اشغل عليها نماذج التنبؤات واعمل التنبؤات والانذارات اللي انتم شفتوها في الهيئه النهارده في مركز التحاليل.